الثاني عقيل، وقيل هو الأكبر. بعض أهل السير بيقول عقيل ده الأكبر، بيقول هو، بعضهم بيقول هو الأكبر عقيل. وعقيل ده تأخر إسلامه، شكد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح مكة، عقيل أسلم بعد فتح مكة. لما فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقيل له أين تنزل؟ تحتنزل وين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث اللي جابه المصنف هنا، قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ لمن أبو طالب مات كان أبو طالب قد استحوذ على نصيب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، استحوذ على نصيبه من الميراث، بقى كل عمره عند أبي طالب. يلا قام أسلموا أولاد أبو طالب، أسلموا كلهم، علي أسلم وجعفر أسلم، فما بقي إلا عقيل وطالب، فاستحوذ عقيل وطالب على كل الأملاك. ليه يا أخوان؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. يعني أبوك لو مات كافرا ما عندك حق في الميراث، ما بترثه. أيوه. ولو في واحد من أولادك بعدين ارتد لا سمح الله ما عنده حق في شنو؟ في الميراث، بيطلع سالم. عشان كده كل أولاده والنبي صلى الله عليه وسلم ميراثه طلع ساي ما لقى، وعلي وجعفر كلهم ما لقوا شيء، وطالب يتفقد بقى كل المال عنده من عقيل. عقيل لما في البيوت باع كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ما خلى لنا دار ننزل فيها ذاته، باع كلها.